تتجه كثير من الدول إلى المطالبة بحقوق الحيوانات حماية لها من الانقراض، إلا أن الولايات المتحدة لم تكتفي بذلك، فقد صارت إلى تمكينها بمهمة أمن وإدارة المطارات. وعوضا عن التكاليف العالية للعمالة التي تقوم بقص الحشائش الطويلة، قام مطار سان فرانسيسكو باستعمال قطيع من الماعز لأداء هذه المهمة. لدينا نحو 400 ماعز مهمتها قص الحشائش لحماية المنازل القريبة من المطار في حال حدوث حريق. تحد جديد تخوضه الخيول في مطار هيوستن، إذ سلمها المطار مهمة نقل الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة بعد الاستغناء عن السيارات. وفي سياتل ليست الطائرات وحدها من تحلق في سماء المطار، فبموافقة السلطات تخترق الأجواء هناك 500 نحلة بعد اعتماد شراكة لا تهدف إلى الربح مع أحد مربي النحل. أراضي المطار بقعة كبيرة يمكن الاستفادة منها لنمو مستعمرات النحل. نحن بهذه الخطوة نخلص السكان المتضررين من النحل، وكذلك نثقف الجمهور حول العسل وصناعته. على الرغم من أن العلاقة بين الإنسان والحيوان إلزامية بقانون الطبيعة، إلا أنها في المطارات اختيارية، فلحفظ الحيوانات يبدو الحل في استغلال قدراتها عملياً. حنين موصلي، العربية.